فايف ستارز انت مش هتلاقي العامل ده اللي هو المهني الماهر. وده اللي احنا دكتور عبد الوهاب مش عارف راح فين، احنا انشأنا السنة دي مدرسة مهنية في المجمع بتاع الفيوم على النمط الاوروبي ايضا بمعايير اوروبية، مدرسة مهنية تطلع لي اللي هو المهني اللي ما عدتش لاقيه مش الفني. اما المدرسة بقى الفنية دي بتطلع فني مش بتطلع مهني، ده يبقى مساعد لمهندس او مش عارف ايه والكلام ده كلنا عارفينه. هنا الولاد اساسا اللي هم تعثروا في التعليم الفني ده او القصد تعثروا في الدراسة وعايز يروح يبقى مهني، هو ده اللي بيروح للمدرسة المهنية دي الاعدادية دي، يروح فيها يتعلم مهنة، بروح يتعلم يبقى سباك، يتعلم يبقى نجار، يتعلم يبقى بتاع سيراميك، يبقى بتاع محارة، يبقى بتاع الى اخره. اذا فيهم حد فلح تاني وعايز يروح المدرسة الثانوية الفنية فبتتاح له الفرصة ان يدخل مدرسة فنية امتداد للتخصص اللي هو درس عليه. يعني لو كان هو بيدرس نجارة لما يروح المدرسة الفنية يخش قسم نجارة، لو كان بيدرس سباكة لما يروح، وهكذا الى اخر الايه. اخر حاجة اللي هي تالت نقطة، مدارس فنية لا يوجد بها طلاب ولا مدرسين، ولا مدرسين، ما يجراش حاجة، ولا مدرسين وفيها أجهزة وتجهيزات على أعلى مستوى. تمام، احنا أساسا بنفعل القانون دلوقتي ومش بنفعله دلوقتي النهاردة، لا احنا قلنا الكلام ده في الصيف وقلناه في كل اللقاءات وبعتنا بدل الكتاب الدوري 2 و3 أننا سنفعل القانون مش القرارات وزارية. القانون بيقول أن الطالب علشان يدخل الامتحان في التعليم الفني لازم يحضر 75% وكمان يحضر 85% حضور اللي هو النظري. طب ولو ما حضرش دول ما يدخلش الامتحان، يتفصل. احنا بقى بنفعل ده، بس اذكركم عشان بس احنا عايزين نفتح الباب ولا نورب ولا احنا عايزين ايه بالظبط، لازم تبقى ايدينا كلنا في ايدين بعض نتفق احنا عايزين ايه ونبقى كلنا مع بعض. امبارح كان في شويه عيال بيتظاهروا امبارح في اسكندريه، بيتظاهروا ليه؟ ليه بيتظاهروا؟ لان حضراتهم ما حضروش فاتفصلوا، وحضراتهم عايزين نعتبرهم في المدرسه وهم نايمين في بيوتهم. طب اذا كنتوا تقبلوا هذا انا هقبل، انتوا بقى كمجلس نواب مسؤول امام الشعب وزي ما انا مسؤول انا كمان. خلاص احنا بنحارب هذا الكلام وبنفعل القانون سواء في التعليم الفني او التعليم العام. عندنا حاجات دلوقتي الناس بتغير ثقافتها، لازم تاخد وقت، هو تعود في بعض الاحيان على ده. انا دخلت مدرسه ثانويه فنيه في زيارتي لقيت غايب فيها 67 مدرس، مش بقول لك لا، هل ال 67 مدرس دول يعني مشيت وخلاص وعملت نفسي مش شايف؟ لجان الوزاره والمتابعه تقريبا من الوزاره والمديريات يوميا بتلف في جميع المدارس. الحال هل احنا وصلنا للوضع المثالي؟ انا بقول لك لا، ما وصلناش للوضع المثالي، لكن احنا كوزاره واخدين كل الاجراءات بتاعتنا وبنفعل القانون. وبكرر تاني لن نقبل، لن نقبل، وارجو ان الساده النواب المحترمين يساعدونا في هذا. يعني ما يجيليش واخد بقى حضرتك زي السنه اللي فاتت لما فصلنا الناس بتوع التعليم الفني دول، قلنا ما حضروش ال 75%، انا اصريت اصرار شديد والسيد النائب اهو وما دخلوش الامتحان كطلبه منتظمين.